انا بالنسبه لي هون 63 64 سنه، طبعا والدي قبل مني كمان 30 سنه 90 سنه خبره عمر يعني. ايه ولا الموضوع المحلات هون التسليم صعب يعني، بتلاقي الجد بعدين الاب بعدين الاولاد بعدين ولد الولد، يعني شيء متوارث، وهذا مقصود من سنين وعشرات السنين. كان القرى والمحافظات هذا السوق كان تجاري نمبر 1 مثل ما يقولوا، درجه اولى، وعم تتوارث الاجيال جيل بعد جيل. عندك الراحه بالفستق، وعندك القلوبات بانواعها والجوز واللوز طبعا والكاجو والفستق الحلبي وجميع انواع التوابل كمان بانواعها مشكله يعني، وعندك كمان شغلات الزهورات كمان هي بتفيد لانه بالرشح بفصل الشتاء يعني، كمان الزهورات مشكله، وعندك المسك والعنبر يعني البزورية كتير بتحوى هيك شغلات يعني، شو بتطلبي فيها بتلاقي. من وقت ما ربيت على هالدنيا وانا بشتغل هون بالسوق، من يعني كان في اقبال من زمان، كان في سياح، كان في عالم يعني غربة تجي مثلا على السوق تقصد البهارات تقصد الاعشاب الطبيه. حاليا لحد الان في اقبال بالنسبه للسياح، بالنسبه للمناطق الخارجيه، بالنسبه للاجانب بيصدوا هذا السوق، انه هو سوق قديم سوق عريق مثل ما بسموه. هلا المحل هون عمره شو 70 سنه بس يعني توارثوا اجيال عده اجيال، جو الناس اللي مناسبه. هلا هون عندنا تشكيله بهارات، جميع انواع البهارات عندنا، بهارات المحاشي، بهارات الكبسه، بهارات المندي، بهارات الملوخيه، كل اكله لها يعني خلطه معينه من البهارات. البزوريه كان سوق لانه سوق للبذور، كل شيء يجي من الرياف هون يصير هون يعني مركز التوزيع تبعه، ومع تطورت مع الايام تطورت صارت بزوريه وبهارات وسكاكر وكل شيء يعني له علاقه بالاكل والطعام، وخاصه مواسم الاعياد والاعياد ورمضان اكثر شيء يعني.